علماء الدين كقبل كعين يا دغل عقد جارسية قوس دين راه أو هري لو جب هي تي في كصومالي كابل سيدا وربحين تانو نوجس ودرا يوريه هنا على دكجر أو كوس وكان مجلة أبو هلا قار كم دع علماء الدين ككل قن قبل كعين المسؤولين تقولها دجان كابو هلا يا سيدا وشرا وحيق باقن إلا سوا عاوي الله بعرور أو يجو عريمين أو كنا المجلة أبو هلا سيدا كلا وحي علماء أي جارسية دغل عقد وبدان كاسو حكى الله الشيخ تامع سلبان حاجي يا شيخ تامع سلبان عبد الله وذا بكم دع علماء الدين كقبل كعين قدميها قولها دجان كابو هلا أتفتح علي عاوي العاو أحمد علي وسنكو هلا يمجع سبتار كدمر كابو هلا لما أنت إنه وحيق باقن ولا الله إسلام كي تشعر خير كي تشعر كسر كده قبل كعين بقى إلا سوا عاوي عرور تاسي waxaan soognaa xaafad ka mid ah magaalada Buu Hoole waxaan ku soo booqanay caruur aan mar horena miyiga ka sii daynay oo laba ah oo la xaadla xaafadka waa qayb ka mid ah afar jir mid uu yahay midna uu yahay sagaal jir horena miyiga uga sii daynay waxaan mar labaad u mahad celinaynaa أنا أفر قف صدع قف العقو صدري من اللي إلى هذا سلمان وتوجا أمريكا USA توجا يقبل السيل بحاشا عليه وكان ذي توجا تمدو بقول دولار بو صدري مختار عبد الله من اللي إلى هذا إنترنت وأنا ذكرنا صدري لك بقول الله عنكوا سوينا وحو معركة كسرة قريسة العقل وبغل مثلا حتى أفرت بغل أنا أمدرت لها المريا عمر إن إني قادي عروتي ويقول إن أنا قدي بنا إن شاء الله تعالى حنو قوة كل عيني والبسة والبسة نجرة عافمات كيسا قعدت بغلية كيسا قعدت بغلية مركة أغورة سبحانه وتعالى يعني ويدي سننا iyaga iyo kuwa la midka ah xunsan iyo ilaah subhanahu wa ta'ala inuu caafimaad u siiyo dadka Soomaaliyeed ba maanta meel walba dhibaato uu iska haystaa tahayba in nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ar-raahimuun yarxamahumu ar-raxmaan wallaahu fii cawni cabdihi maa kaana cabdu fii cawni akhiihi وقنا يا الله وماركتي انت انت الله كشقينا يا مركا بدي يتبع طول على يارا وسين وضع ويلا يدي على السبيل بقى شيء هيركو دون هيرتا يرسكين من هاي النكوة القيم قاوان ما عاسنا في السيدي وحلا ويقبا لها اللي بقض هوا بقى لأنه بدها بقى لقد ويهيو لما يا حنوك وعبد الرحمن يا عبد السلام وهذا ركتان اللي هي يوم بحنا يوم والد شيري وقال إن لك المليون ورختان وقال وقال saarayeen waxa ku kalmeeyay isbitaalka dhimirka marka waxaan u mahadnaqayaa umadii baaqawartay saaqishabcaabacwaakakuwareejiyey oo ku wareejiyey caruurta hooyadeed u soo diray ee hadalma qabin waxaana halkan saaka caruurta lagu soo booqanay wixii aan weeli karnana inaan ugu keenno waxaan ka rabaa inaan ummadda muslimiinta meel kasta baad joogeyno aan wax u weydiino caruurta waxaa la isla gartay in lacag cad uu baxso loona qaadi doono haddii ilaahay ka dhigo Ethiopia waxaan dalka ugu jeedinaa islaamka ee caawisa dadka danyarta ah dadka وعلى عثمان شفعال الدكتور وركة الفيشكا على مجا إسمال كيبل مجلد أبوه والله حرمت قبل كعين.